بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الدنيا. أهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان على مدار الفترة الماضية، وبنتكلم مش في آخر موسم، آخر سنتين 2020 و2021، الأهلي شارك في بطولات عديدة ودخل مسابقات مختلفة سواء محلية أو قارية، لكن مهم جدا الجمهور العظيم اللي واقف في ظهر النادي في كل المواقف وفي كل القرارات وفي كل الصعاب اللي واجهها الفريق وواجهها النادي من تحديات خلال الفترة الأخيرة. عارف كويس قوي ان الفريق قدر يحقق انجازات وارقام وبطولات، من الصعب على اي فريق محلي يقدر يحقق كل هذه الانجازات وكم هذه البطولات في فترة وجيزة. بنتكلم عن ثنائية الدوري والكاس الموسم الماضي، بنتكلم عن بطولتين في دوري ابطال افريقيا 27 نوفمبر، يوم تاريخي لن يمحى من ذاكرة البطولات الإفريقية ومن ذاكرة التاريخ المحلي لمباريات قمة الكرة المصرية، وأيضا 17/7 نهائي دوري أبطال إفريقيا والفوز على كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، سوبر إفريقي أمام نهضة بركان ومقبل على سوبر إفريقي في أقل من شهر في الدوحة مع الرجاء المغربي، برونزية كأس العالم للأندية ومقبل أيضا كمان على المشاركة السابعة ومشاركة تاريخية في كأس العالم للأندية في اليابان. إذن اشتغلت، حققت، أنجزت، فأوجزت، لكن في نفس الوقت ممكن إذا فقدت بطولة قد تكون هناك بعض الأخطاء. هل الأخطاء ممكن تكون مسؤول عنها مسؤولية كاملة؟ على مدار الموسم الناس شافت وسمعت وعرفت إن في أخطاء ممكن تكون مسؤول عنها مسؤولية مباشرة، لكن في أخطاء كبيرة مسؤوليتك فيها مش مسؤولية مباشرة، مسؤولية غير مباشرة، لأن بالتأكيد كانت في أطراف أخرى مسؤولة عن هذه الخسارة. ممكن بقى نتعدد ونتحدث ونقول أرقام ونقول إحصائيات ونقول مواقف كثيرة جدا مرت على مدار الموسم، لكن المهم إزاي تستفيد بهذه الأخطاء سواء المباشرة أو الغير مباشرة، لأنك لسه عندك بطولات خلال الفترة اللي جاية، لسه عندك كأس مصر بعد الأجندة الدولية، لسه عندك سوبر مصري مع طلائع الجيش بننتظر الميعاد، يمكن يجي الإفراج عن ميعاد كأس مصر الفترة الجاية أو مباراة السوبر بين الأهلي وطلائع الجيش ونعرف الميعاد خلال الفترة الجاية، لسه عندك سوبر إفريقي، عندك ثلاث بطولات بنسبة كبيرة إن شاء الله خلال شهر 9، ثم الاستعداد للموسم الجديد لأنك حامل دوري أبطال إفريقيا، نادي القرن، حامل البطولة العاشرة، صاحب الأكبر رصيد من البطولات المحلية 42 بطولة، أي منافس عشان يقرب منك محتاج على الأقل 29 سنة عشان يقرب من بطولات النادي الأهلي المحلية. إذا أنت في مكانة كبيرة جدا، لو عندك بعض الأخطاء بتحاول تشوف المشاكل فين وتعالجها، وفي نفس الوقت لو في بعض التحديات الأخرى بتحاول تواجهها وتاخد كل الحقوق الكاملة لصالح ناديك ولصالح فريقك من أجل جمهورك اللي واقف دايما في صفك ومعاك في كل اللحظات.